الماكله ديال الزنقه واخا تصايب داك لي زانغريديون ديهم للدار ما غاديش يجيو بحال الماكله الزنقه. الماكله الزنقه ديما كتكون بنينه، ما عرفناش علاش، واش مقاديه القهوه مقاديه شي حاجه ما عرفتش، هذا هو السؤال. نفس لي زانغريديون ديال اللي كيداروا في الزنقه كديرهم في الدار، ولكن البنه كتختلف. كاين شي سناكات كتشوف على عينك، فهمتي، كتشوف البصله قدامك، مطيشه، فخوماج، كلشي كتشوفه قدام، ومني كتجي تطبق داكشي في الدار الدار كتعطيك راي اخر، ما كيجيكش نفس البنه. ما عرفناش هذا الشيء، هذا هو السؤال. كنخاف من التسمم. كاينين شي ماكلات كتخاف منهم بزاف، بحال الا كان كيوسك في الشارع والتلوث، وكتدوز من حداك انت مريح في كرسي موسخ ودايز من حداك الدخان، هذيك هي خايبه بزاف، هذاك هو الوسخ. ما تعرضتش للتسمم، ولكن ضرتني المعده ديالي بالماكله ديال الزنقه، ما كبراتش، ضراتني كرشي وهدنات عليه. خويا راه واخا تعيا من الطير غادي تاكل ماكله الزنقه، ماكله الزنقه كتوقف عليها، يقدر يكون ما عندكش الوقت فين طيب، تقدر تكون خارج من الخدمه كتاكل فاست فود دغيا كتمشي في حالاتك، والله هو اللي كيسر الجامع. كتعجبني الا ما طيش الدار ولا شي لعبه كنمشي ناكل في ماكله الزنقه، كتجيني بنينه هي هذيك. واه عمرها ما رضتني، عمرها دارت لي شي حاجه، عمرها. عارف اللي بزاف الناس كتجيهم شي امراض ولا شي حاجه من ماكله الزنقه، ولكن انا عمرني دارت لي شي حاجه الصراحه. كنمشي مالين صحاب الطون، مالين الكراس قليل، ما كنمشيش عليهم بزاف، صافي كنمشي نزعزع بزاف، صافي داكشي اللي كاين. انا كنتريني شويه كنمشي لاصال كناخذ زعزع بزاف داكشي. لا عمرني طرت للتسمم، عمرني طرت لي واحد المره طرت للتسمم، كريت داك واحد مول الطبله كيدير داك الحمض الراس، واحد المره هذاك اللي عنده هذاك دار لي التسمم، والله قدرت مشيت عند الطبيب ودوزت شحال من حاجه، بدا وفاتني داك الشيء. ما كتعجبناش شويه هي الماكله الزنقه، فيها وفيها اخويا، درت ماكله الزنقه تاكل مع شي واحدين دابا يمرضوك وهذاك الشيء. كاين الماكله الزنقه اللي نقيه كتاكل مزيان، فهمت، الا ما كاينش الطبيب الدار ولا شي حاجه كتاكل ماكله الزنقه، لكن في الماكله الزنقه فيه وفيه، كاين اللي كتمرض كاين اللي كتلقى نقيه زعما مزيانه، فهمت، على حسب. ها انت عمرك تعرضت شي للتسمم؟ لا تسمم عمري تعرضت اخويا للتسمم، حيت كنعرف هذاك الشيء اللي كنمشيو ليهم نقيين والدراري نقيين، فهمتي، المحلات نقيين ماشي الماكله الزنقه اللي خايبه، حيت المحلات فيهم وفيهم، فهمت. لا كراس الله ما كناكلش فيهم اخويا. علاش ما كتاكل ماكله الوالده؟ الوالده اخويا انا ما ساكنش هنا، فهمتي، هذاك الشيء مره كنطيبوه في الدار، فهمتي، الدراري وهذاك الشيء. مره الا ما كاينش ما كتكونش عندك الخاطر باش تضيف في الدار وداك الشيء كتاكل ماكله الزنقه، فهمت، ولكن خاصك المحل اللي كتمشي ليه دابا يكون نقي والدراري نقيين، فهمتي، ماشي اي محل تمشي ليه انت ما كتعرفهم وداك الشيء. كاين المحل اللي ما نقيينش، فهمت، كتعرض لامراض وداك الشيء. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تيفي، تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.